كابتن امبارح خليني اروح برضو لامبارح وهو مباراه الاهلي والمقصه. شفت هذه المباراه ازاي وحضرتك كنت يعني ماسك فريق مصر المقصه ودلوقتي الكابتن محمد عبد الجليل هو اللي متواجد، شفت هذه المباراه ازاي في ظل ان المقصه كان متقدم ثم تعادل النادي الاهلي ثم فاز النادي الاهلي بربعيه؟ في البدايه برضو يا كابتن اسلام بعد اذنك يعني خليني طبعا احيي طبعا مجلس اداره نادي المقصه والجهاز الفني اللي متواجد حاليا، لان اشتغلت معهم حوالي 3 شهور والثلاث شهور دول قدرنا ان احنا يعني نحقق الهدف اللي كان مطلوب او المرجو. بشكرهم كلهم طبعا، طبعا بشكر اللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل الناس اللي اشتغلوا معايا. نرجع لمباراه امبارح، انا شايف ان كانت مباراه كويسه جدا. اللاعبين كابتن محمد عبد الجليل طبعا صديق عزيز وزميل طبعا في النادي الاهلي قبل ما سافر ومنتخب ولغايه دلوقتي تربطني بيها علاقه كويسه جدا. طبعا كابتن عبد الجليل عمل مباراه كويسه في الشوط الاولاني، الشوط الثاني طبعا يعني خبرات النادي الاهلي قدرت هي اللي تحسم الامور. أيوه. زي ما احنا شايفين طبعا كان في تقدم 1-0 لنادي المقصه وبعد كده الاهلي قدر ان هو يعني يفك الطلاسم دي وبعد كده محمد شريف برده ما شاء الله عليه في بعض الاهداف انا شايف ان هي برده يعني كان فيها برده شك شويه يعني برده في 2-3 تسلل حاجه زي كده دول كانوا ممكن يتحسبوا برده انما اللي انا شايفه ان النادي الاهلي كان بيلعب كره جماعيه خصوصا الشوط الثاني بيلعب بجراه بيلعب بسرعه وخصوصا في الثلث الاخير. ايوه طبعا نادي المقصه يعني نقول له هارد لك وان شاء الله في الفتره اللي جايه اكيد يعني انا شايف انها برضو صعبه بالنسبه لنادي مصر المقصه مش في دوري السنه دي انا بتكلم بصفه عامه يعني انما انا طبعا مجلس الاداره والناس القائمين على نادي مصر المقصه انا متاكد ان هم هيقدروا ان شاء الله يعني يحلوا الازمات دي بسرعه لانهم اهل لذلك وعلى فكره كمان هم عندهم خبرات كويسه جدا والناس بتتعامل مع الناس كلها باحترام فان شاء الله ربنا طبعا يكرمهم في الفتره القادمه. بعد مباراه الزمالك وهزيمه مصر المقصه بهدف مقابل شيء، اعتقد ان دي كانت اللحظه الفارقه في استقاله كابتن محمد. لا 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 خالص خالص انا كنت متفق طبعا مع الكابتن وليد هويدي اللي هو حاليا يعتبر نائب الرئيس وزائد ان هو مدير الكوره. ايوه. فطبعا كنا متفقين ان بعد المباراه ان هي تكون اخر يعني مباراه ليا بغض النظر عن النتيجه. بغض النظر عن النتيجه خالص لان احنا يعني حتى لو كان المقصه كسب. حتى لو كان كسب لان كانت الظروف الماليه صعبه جدا هو طبعا عارفين الكلام ده كله النادي في المواسم المقصه يعني عندهم مشاكل ماليه كبيره جدا ليهم طبعا لهم فلوس خارجيه كتير جدا بيحاولوا يلموها في الفتره دي انما للاسف في حاجات معطلهم شويه عاملهم اعاقه شويه كده يعني في الناحيه الماليه مالية. فيعني انا شفت ان احنا خلاص قدرنا حطينا يعني حطينا يعني او الهدف بتاعنا قدرنا نحققه ان هو التواجد طبعا في الدوري والحاجات دي كلها فقلت خلاص يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه نبدا نعمل شغل كويس في اي مكان تاني يعني. هل من الممكن ان احنا نشوف كابتن عظيمه خلال الفتره اللي جايه في اي نادي هنا في مصر وبره مصر بتفكر في ايه؟ والله في كده قدامي كده وفي كده فانا طبعا الافضل ان شاء الله رب العالمين يعني نستخير ربنا كده ونشوف الفرقه اللي هي فعلا هتقدر تحقق لي طموحاتي وان شاء الله نكون موجودين فيها في جات لي عروض طبعا داخليه وعروض خارجيه يعني فان شاء الله الانسب بدرسها في الفتره اللي جايه دي والانسب ان شاء الله نكون متواجدين معاهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله.